في العراق اتخذت أقصى درجات الحذر والاستنفار استعدادا لعيد الفطر. في شوارع بغداد وفي محافظات أخرى تم تعزيز الحواجز الأمنية وزيادة نقاط التفتيش والتدقيق في الهويات وتفتيش السيارات. الحكومة العراقية وضعت خطة لحماية بغداد خلال العيد لمنع تسلل الإرهابيين واستهداف المدنيين بسيارات مفخخة أو بأي عمل إرهابي تقوم به الدولة الإسلامية بحسب ما أعلن الأمنيون. وبناء عليه كثف الانتشار الأمني وسيرت الشرطة دوريات وأمنت كافة مداخل العاصمة وطرقاتها العامة والداخلية. تم وضع خطة أمنية محكمة إن شاء الله لغرض تأمين الشارع العراقي وحتى يحس المواطن بوجود القوات الأمنية وقربها منه وحرصها على أمنه وأمانه. ثلاثة ونص. سكان بغداد لم تردعهم المخاوف الأمنية ولا الإجراءات من الخروج من منازلهم والاستعداد للعيد. الأسواق لم تغلق أبوابها الأحد، ومواطنون توجهوا إلى المحال للتسوق وشراء الملابس والأطعمة والحلويات التقليدية قبل العيد. اليوم جينا نشتري ملابس للعيد، نريد نفرح الجهال، وإن شاء الله يا ربي هذا العيد إن شاء الله خير وسلام وأمان إن شاء الله على العراقيين جميعاً. ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها العراقيون بعيد الفطر في ظروف أمنية وسياسية صعبة، لكن هذه المرة تأتي الاحتفالات عقب استيلاء داعش أو ما بات يعرف بالدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي شمال وغرب البلاد، وفصل مناطق عن بعضها البعض.